اهلا بيكم في قناة اخترنا لك. قناتنا بتعمل لكم كل جديد. عملنا البقلاوة الاساور، وعملنا الديكورات، وعملنا احلى بيتزا واحلى فطير واحلى حمام واحلى بفتيك كداب واحلى محشي كرنب ومحشي كوسة بطريقة عمركم ما شفتوها قبل كده في الفرن. وعملنا ايه كمان؟ عملنا البطاطس المحمرة على الطريقة الهندي، المقرمشة، الكريسبي. وعملنا ايه كمان؟ يلا يا حبايبي اشتركوا في قناة اخترنا لك عشان تعرفوا كل حاجة وكل حكاية حصلت لي، والحاجات اللي جوزي جابها لي، وازاي خزنت وفرزت التوم بطريقة ما تخطرش على البال وتقعد من السنة للسنة. وخرجنا مع بعض ورحنا اكلنا في مطاعم واكلنا في اماكن جميلة واماكن كتيرة، وعملنا اكلات اقتصادية، وعملنا اشغال يدوية، وعملنا برقع بايدينا. فاكرين؟ ادخلوا وانتوا تعرفوا.